مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذه المباشر من مدينة الدار البيضاء اللي كتبوا معنا في هذه الأثناء الساعة تشير إلى الثالثة صباحا. أجيو معنا نشوفوا ما يقع في مدينة الدار البيضاء في هذه الأثناء واللحظة، لحظة خروج زبناء ومرشدي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بوسط المدينة. بقاو معنا في هذه الجولة الليلية اللي كنهديوها لكل الناس اللي كيصهروا مع قناة شوف تي في، الناس اللي كينتظروا هذا المباشر باش يشوفوا الأجواء بوسط مدينة الدار البيضاء. بقاو معنا. كيف كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مازلنا مستمرين في هذه الجولة الليلية بمدينة الدار البيضاء باش نصدر لكم ما يقع لحظة المغادرة ديال زبناء الملاهي الليلية بمدينة الدار. كيف كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، الأمور عادية جدا. نشوفوا اليوم ليلة الثلاثاء صباح الأربعاء، الأمور عادية جدا كما تتابعون مباشرة على قناتكم شوف تي في. عادي الكاديري صباح الخير، عادي الكاديري تحياتي لكم، شكرا سي عادل، شكرا كل المشاهدين والمشاهدات الكرام ديال قناة الشعب قناة شوف تي في. سعدي الكاديري شكرا، تحية متبادلة. شكرا على طيب المتابعة. ابقى معنا، احنا باقيين مستمرين في الجولة الليلية بمدينة الدار البيضاء. امور عادية المدينة على غير أيام الجمعة والسبت كيكون بعض المناوشات وبعض الصدامات بين زبناء الملاهي الليلية والحراس أو البوابين ديال الحانات.
مستمرين في جولتنا الليلية باش نغزو المظاهر الليلية في هذه الأثناء. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، شكرا على طيب المتابعة في هذه الساعة المتأخرة من الليل قبل ما نأتي لنهاية هذا المباشر. كنشوفوا بأن هذا الحي اللي شارع محمد الخامس اللي تكلمنا عليه بأنه في الضعرة، الضعرة تطورت وأصبحت على شكل شابات في مقتبل العمر كيف كتشعب. إذن شكرا مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.